أولا هو لحد هذه اللحظة ما انحسم الموضوع تماما، وأنت تعرف كل زين التدخلات إيش وقت تكون، وإذا تقصد التدخلات الإيرانية. ثانيا يبدو أن هنالك تسريبات فرضيات ممكن نناقشها. الأولى تقول أن هذه المرة هنالك رسائل من الإيرانيين بأن أنتم مسؤولين عن الحكومة التي سوف تنبثق من هذه الانتخابات ونحن سوف نتعامل معها. طبعا هذا باعتقادي أنه هو موقف نابع من إدراك لصانع القرار الإيراني أنه من يكون في السلطة في العراق أو في الحكومة فشاء أم أبا يتعامل من خلال بطريقة رسمية أو بطريقة غير رسمية، فماكو مشكلة. يعني وصلت مرحلة أن خطوط التماس والتواصل بين العراق وإيران لا يمكن أن رئيس وزراء ممكن أن، أو خلينا نقولها أكثر دقة، خطوط اللعبة بديهم، واضحة القضية. الرأي الثاني أن هنالك التدخل لحد الآن من خلال رسائل، والرسائل أنها بعثت إلى شركاء أو حلفاء بأنه أي تحالف مع السيد مقتدى الصدر سوف يكون تهديد للأمن القومي. هذا ما تم طرحه بهذه القضية. لمن دزوا هذا؟ يعني يقال أنه للسيد مسعود البرزاني والسيد الحلبوسي. زين. يقال، قلت لك هاي الفرضية الثانية.